السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة زينب الموبيل. اليوم إن شاء الله نقترح لكم واحد وصفة اللي هي عبارة على واحد البيتزا، ولكن بواحد العجين اللي هو شوية مختلف. إن شاء الله غادي تجربوا من إعجابكم. إلى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد البيتزا هادي غنحتاج على بركة الله 350 غرام ديال الطحين اللي خلطتها، عندي 250 غرام ديال الفورص و 100 غرام الفورص هو الدقيق الأبيض، و 100 غرام ديال السميده اللي تنطيبوا بها بسبوسه اولا تنطيبوا بها الحشره، سميده رقيقه. عندنا هنايا حبه ديال البيض، عندنا نص معلقه كبيره ديال الخميره، عندنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، عندي معلقه ديال الزعتره ولا الزعتر اللي متوفر عندكم، عندنا الملحه، عندنا شويه ديال الثومه غبره اختياريه، عندي شويه واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، وهنايا عندنا الماء دافي باش غادي نعجنوا. الماء دافي تقريبا واحد 300 حتى 350 مليلتر ديال الماء. ندوز على بركة الله طريقة التحضير. هنا كما كتلاحظوا خلطنا المكونات الجافة كلها اللي عندنا، اللي هي عبارة على السكر، الملحة، الثومة غبرة، شوية ديال الزعترة والخميرة بطبيعة الحال. غادي نخلطوا هاد المكونات الجافة اللي عندنا صافي. غادي نضيف لها دابا مكونات السائلة اللي هي عبارة على أول حاجة غادي نضيفو هي الزيت، واحد 40 مليلتر تقريبا ديال الزيت، زيت الزيتون بطبيعة الحال. غنحاول نخلط، عاد غادي نضيف البيضة ونجمع بالماء. هنا من بعد ما دخلنا الزيت في الدقيق، يعني في هذوك المكونات الجافة ضفنا لهم الزيت وحاولنا ندخلوه مزيان في هذوك المكونات الجافة كيف قلت لكم، غادي نضيفو هنا حبة ديال البيض. من بعد غادي نبدا نخلط بالماء، يعني هاد العجينه هادي راه كتجي جاريه، يعني ماشي واحد العجينه اللي كتكون كورونت يعني كتلصق. هنا لاحظوا معايا من بعد ما تنضيفوا الماء هذيك 350 مللتر تنضيفوا هذيك 350 غرام ديال الدقيق، كنبقاو نخلطوا مزيان، يعني كنضربوا بالفويه كنضربوا مزيان حتى العناصر كلها كتنسجم مع بعضياتها صافي. غادي نخليوها دابا تخمر. لاحظوا معايا الخليط كيف راه داير، كيف العجينه ديال البقريات. غادي نحاولوا دابا نخليوها تخمر مده 20 حتى 30 دقيقه. غادي نخليوها تخمر من بعد غادي نطلعوه باش نشوفوا كيفاش غادي نطيبوها. هنا لاحظوا معايا اخواتي من بعد ما خمرات، يعني كنخليوها تا وكان كتخمر مده 20 دقيقه تقريبا. غادي نجيبو هنايا واحد يعني السنيه فاش غادي نديرو هاد البيتزا هادي، ولا القله فاش غنديرو هاد البيتزا ديالنا بطبيعه الحال. غادي ندهنوها بالزبده ونرشوها بالسميده ولا الفينو على حسب اللي بغيتو. هاد القياس غادي يخرج لكم، درت انا غادي يخرج لكم جوج بيتزات قد هكا، هاد القياس 350 غرام غادي يخرج لكم جوج بيتزات في هاد القياس هذا. غادي نحاول على بركة الله نخوي الخليط ديالي. هنا كما كتلاحظوا غادي نجيبو لاصوص طوماط تاعنا، يعني الصلصة ديال البيتزا. غادي نحاولو على بركة الله نوزعوها بهاد الطريقة هادي. من بعد ما وزعنا الصلصة ديال يعني لاصوص ديال المطيشة، غادي نحاولو على بركة الله ندعو الجبن. هنا يعني اما غادي ديروا لا موتزاريلا بطبيعه الحال اللي معروفه ديال البيتزا، ولا ديروا داك الفرماج الاحمر ماشي مشكل. هنا تنعمروا باللي كاين يعني شويه ديال البصله خضراء، شويه ديال الفلفله، يعني السيده مات اللي عندها اللي متوفر عندها دير. ديروا زويتنات هكا، يعني شتاء الزيتون يكون زولنا ليه العلفه. هنا كي قلت لكم وزعوا شويه ديال الطون صافي. غادي ندير شويه تاع الملح والبزار من الفوق، شويه ديال الزعتر، وغادي ندخلها طيب عاديه يعني في الفران يكون مسخن على 200 درجه. نطيبوها غير من التحت بحال الطياب ديال البيتزا عادي، يعني غادي تطيب بحال كما كنطيبوا البيتزا ديما. البيتزا ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما تنخرجها من الفران كنأكد ديما البيتزا كطيب على واحد الفران يكون مسخن من قبل، يعني واحد 15 دقيقه ملي تبدا السيده العمل ديالها الفران يكون مسخن من قبل. طبيعه الحال كتاخذ معنا واحد 20 دقيقه تقريبا، وتنخرجوها وتنعاودو نديرو لها شويه ديال الجبن من الفوق، شويه ديال الزعتر وزيت الزيتون الموسم بالاعشاب، وتندخلوها
دقيقه ولا جوج الفو يذوب الفرماج صافي تنخرجوه تنقدموه بالصحه والراحه. هذا القياس اللي درت انايا ديال العجين فهو تيخرج لينا جوج بيتزات قد هكا، جوج بيتزات قد هذا الحجم هذا. السيدة طبيعة الحال اللي بغات تنقص ولا يعني هو ما تيضيعش هذاك الخليط، ما تيضيعش كيبقى الغد لي حتى الغدي ولا ثلاثه فما تيضيعش نهائيا، يمكن لكم تخدموا به. انا غادي نوريكم غير واحد المورسو كيف تيجي، يعني نحاولوا كنحيدوا نزولوا من الفرماج انتوما كتجي شي حاجه اللي هي زوينه ولباط يعني رائعه جدا. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، والا عجبتكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. الى حلقه قبيله بحول الله.